إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه جل وعلا، وأن يزيدنا به إيمانا وقربا من ربنا جل وعلا. وهذه الكلمات أيها الإخوة إنما هي من باب التواصي بالحق، يذكر بعضنا بعضا. والإنسان في هذه الدنيا لا يستغني عن الذكرى، كما قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وخاصة إذا انشغل بأمور دنياه فيحتاج إلى ما يوقظه في هذا الحال. وهذه المجالس من نعمة الله تعالى على عباده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة. سكينة تنزل على القلوب وأنت في مكان فيه العمل والتعب والقيل والقال، فهذا من رحمة الله تعالى بنا أيها الإخوة، من نعمة الله علينا. فالمكان الذي يكون فيه العمل ترتب فيه محاضرات ودروس تذكر العبد بربه جل وعلا، هذا مثل ما يحدث الآن في هذه الجمعية، وكما يحدث الحمد لله في كثير من الدوائر الحكومية. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في بلادنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. فعلينا الإخوة أن نعرف قدر هذه النعمة التي نحن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة، قال: وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والإخوة، الإنسان إذا أراد أن يسعد في هذه الدنيا فأصل السعادة والراحة في هذه الدنيا أن لا تنسى الغاية التي خلقت لأجلها، تجعل الغاية التي خلقت لأجلها نصب عينيك في كل أحوالك. والله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه العبادة التي خلقت لأجلها تجعلها همك في الدنيا وشغلك الشاغل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه، انظر الذي ينسى هذه الغاية ويتعلق قلبه بالدنيا كيف يكون حاله فيها. قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قال: ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. كم من الناس يعيشون في القصور وأصحاب أموال، لكن لما نسي الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم،
كيف الإنسان ينسى نفسه، ينسى مصالح نفسه، ينسى الغاية الحقيقية التي خلق لأجلها، ينسى حقيقة هذه الدنيا، ينسى مستقبله الحقيقي يوم القيامة، فيعيش في الدنيا في اللهو واللعب ويشعر بالضنك والتعب والغم. حتى يخبرني بعض الإخوة عن بعض هؤلاء أنه ربما ما يستطيع أن ينام في الليل من الهم والغم الذي في قلبه إلا أن يخرج بالسيارة مع سائقه ويدور هكذا في الشوارع حتى ينام، ثم بعد ذلك يدخل متعبا وينام. فالحياة الحقيقية الإخوة، السعادة الحقيقية في طاعة الله وفي ذكر الله، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا. ثم قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. ولذلك الإخوة، الإنسان ولو كان في وظيفته في الدنيا يعمل لأجل طلب الرزق والمعاش فلا ينسى هذه الغاية. فالعبرة بما في قلبك. تأمل في قول الله جل وعلا في سورة الجمعة بعد أن تؤدي صلاة الجمعة، قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ثم ماذا قال؟ نعم: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تأمل كيف مزج بين ذكر الله تعالى كثيرا وبين طلب الرزق، فيكون القلب معلقا بالله ولو كنت في مجال عملك في الدنيا. وأيضا وأنت تعمل يكون قلبك معلق بالدار الآخرة، لأن هذه الدنيا فانية، هذه الدنيا التي تعمل فيها فانية، فالقلب معلق بالجنة ومعلق بالآخرة، كما قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ثم ماذا قال؟ وإليه النشور. إليه النشور يعني غدا ستبعث من قبرك وتحاسب على أعمالك. فكأن هذا الختام للآية يشير إلى أن الإنسان ينبغي إذا مشى على وجه الأرض لطلب الرزق، وإذا كان في وظيفته، ينبغي أن يكون مشيه مشي من يتيقن أنه سيبعث غدا وسيحاسب على أعماله، فيكون قلبه معلق بالدار الآخرة وهو في حياته الدنيا. وهذا الأصل الإخوة، والله إذا انصلح في حياة الإنسان انصلحت له أعماله، انصلحت وظيفته، انصلحت تعاملاته مع الناس، وعاش الجميع في سعادة وعبودية لله جل وعلا. وأن الطبيب، المهندس، التاجر، الصانع، البائع، الطالب، المدرس، العامل، الموظف، أصبح هم الجميع الدار الآخرة، هم الجميع أن يحققوا عبودية الله، وكل فيما خوله الله تعالى فيه، فتنتشر العبودية لله في كل مجالات الحياة. والله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فعيش الناس في سعادة وطمأنينة. وهكذا كان مجتمع الصحابة رضي الله عنهم، منهم التاجر، منهم المزارع، منهم الصانع، ولكن الجميع الإخوة أقبلوا على الله، أقبلوا على دين الله، تعلموا ما ينفعهم من العلم النافع، وأقبلوا على نصر دين الله. فما ترى غشا، ما ترى ربا، ما ترى رشوة، ما ترى كذبا، ما ترى ظلما. وكل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. لكن هذا أو هذه أصبحت صبغة المجتمع العامة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فنصرهم الله تعالى وأعزهم وأسعدهم. وهكذا الإنسان الإخوة في وظيفته، وكلمتنا من أخلاق الموظف. فأول ما ينبغي للعبد إذا عرفت هذه الحقيقة أن تخلص لله جل وعلا، فالإخلاص الإخوة هو أساس قبول الأعمال وصلاح الأعمال، ووزن عملك عند ربك بحسب الإخلاص الذي في قلبك، أيا كان هذا العمل من أعمال الدين أو أعمال الدنيا. والله تعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. التوثيق خلاص ولا؟ جزاك الله خير، يعني نصور بقدر الحاجة بس، أنا ما أتدخل في شأنك، لكن يعني إذا حسيت أن الموضوع فيه كفاية ما نتوسع فيها. جزاك الله خير، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين ويرحمنا أجمعين. فإذن الإخوة الإخلاص لله جل وعلا. تأمل كيف قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي، يعني حياتي كلها لله، يعني عبادتك لله كذلك لما تخرج إلى وظيفتك تكون هذه الوظيفة لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذه المسألة الإخوة مهمة جدا، لأن الآن الواحد منا يقضي أطول ساعات يومه في وظيفته. أنت الآن تأتي الوظيفة مثلا من الساعة كم؟ ثمانية؟ نعم، إلى الساعة كم؟ إلى أربعة، يعني هذه كم ساعة؟ ثمان ساعات، يعني ثلث اليوم أنت في وظيفتك، ثلث يومك يعني ثلث عمرك. يعني إذا مشيت في الوظيفة هذه مثلا 30 سنة وأنت موظف فيها، يعني 10 سنوات من حياتك في هذه الوظيفة. هذه 10 سنوات أين ستكون غدا يوم القيامة؟ هل هي في ميزان حسناتك؟ ولا في ميزان سيئاتك؟ ولا تضيع عليك، يعني ما تكون في الحسنات ولا في السيئات، تضيع عليك 10 سنوات من حياتك؟ هذا الإخوة من أكبر الخسران وأكبر الغبن، ذلك يوم التغابن، يتحسر الإنسان على ما فات من خير. لذلك بعض السلف كان يقول: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. بعض السلف كان يقول: إني أحب أن يكون لي نية في كل شيء من عملي، حتى في خروجي إلى الخلاء، حتى إذا خرج إلى الخلاء يقضي حاجته، وهو يقضي حاجته لعله يتذكر نعمة الله عليه بخروج الأذى، فإذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، أستغفرك يا رب على تقصيري في شكر هذه النعمة. وإذا دخل ذكر الله ولجأ إلى الله ويشعر أنه ضعيف. انظر إلى النيات كيف يؤجر عليها الإنسان. فالآن اسأل نفسك الآن، أنت ماذا تنوي؟ كلما أتيت في الصباح الباكر هنا إلى هذه الجمعية المباركة، صلى الله أن يبارك فيها، جعلها منار خير للمسلمين، فماذا تنوي إذا دخلت؟ وهذا أمر يحتاج إلى تجديد، لأن القلوب الإخوة تغفل. كلنا يعرف عظم شأن النية، لكن من الذي يجدد نيته، يجدد إيمانه؟ ماذا تنوي إذا أتيت لي الوظيفة؟ ماذا يقوم في قلبك؟ نعم، نسمع منكم يا إخوان، إيش نيتك؟ ما عليه، قولوا أي شيء يعني. نعم، قال: تقديم صدقات للفقراء. فهذه نية عظيمة الإخوة، وخاصة الإخوة والله أنتم في نعمة، يعني من توفيق الله لعبده
أن يجعل عمله الدنيوي في سبيل الله، يعني حتى العمل الذي أنت تتكسب من ورائه يكون هذا العمل في خدمة للدين وفي خدمة للمسلمين وللمساكين، وهذا من أعظم ما يكون. وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو أسألك سائل من وين كان يأتي بالرزق وبالعيش، هل عنده وظيفة معينة؟ لا، هو يبلغ رسالة الله، لكن رزق من وين يأتيه؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجعل رزقي تحت ظل سيفي بالجهاد في سبيل الله. فهو عمل لله، ولكن أيضا تبع لذلك تأتيه الدنيا. وهكذا شأن الذي يعمل لله، الذي يقوم على مصالح المسلمين في توزيع الصدقات والزكوات، أو في يعني القيام على مصالح المنكسرين، الأرامل، اليتامى، فهذه نعمة عظيمة الإخوة. فبمجرد هذه النية تكون الساعات هذه الثمان في طاعة الله بإذن الله. لكن الإنسان كلما جدد نيته واحتسب أجر على الله يعظم أجر عند الله جل وعلا. ما يستوي إنسان غافل وهم فقط يعني المال، وإنسان دائما يجدد نيته في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، تقضي عنه دينا أو تفرج عنه كربة. ولن أمشي مع أخ لي في حاجة حتى أقضيها خير لي من أن أعتكف شهرا في مسجدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نية عظيمة. أيضا يا إخوان نعم أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ومن يعول. فالإنسان ينوي بهذا العمل أنه يكفي أهله، يكفي نفسه، يوسع على أهله، فيكون في هذا له فيه أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دينار أنفقته على مسكين، دينار أنفقته في سبيل الله، قال دينار أنفقته على أهلك أعظمها الذي أنفقته على أهلك، وهم أقرب الناس إليك، فهم أولى بالمعروف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة، قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك. تنوي بهذا العمل هذه وهذا الأمر الطيب الذي يحبه الله. كذلك الإخوة، نعم هذه يعني أحسن النيات تقريبا. وكذلك الإخوة أن الإنسان ينوي أنه يحقق توحيد الله جل وعلا بعمله، وذلك بأن يكف نفسه عن سؤال الناس. يعني الإنسان إذا ما كان عنده وظيفة وعمل كيف يكون حاله في الدنيا؟ يحتاج إلى غيره، يدخل في قلبه شيء من يعني التذلل للناس ورجاء الناس. أما إذا كنت في وظيفة فالحمد لله، الله تعالى أغناك. فهذا أيضا مما يعني ينويه العبد فيصل إلى تحقيق يعني توحيد الله تعالى، يكون عزيز النفس والحمد لله. ثم الإخلاص الإخوة، إذا أخلص الإنسان في وظيفته الله تعالى يبارك له في ماله، يبارك له في عمره، في وقته. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حكيم يعني مالا فأعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه ثم قال له يا حكيم، قال إن هذا المال حلوة خضرة، قال فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. النفوس جبلت على حب المال، وإنه لحب الخير لشديد. والإنسان إذا سمع بترقية له زيادة في راتبه يفرح، وهذا فرح طبيعي لا شيء فيه. ولكن الإخوة هنا يأتي الإخلاص في التعامل مع المال وفي أخذ المال. من أخذه بطيب نفس، إيش معنى بطيب نفس؟ يعني بسخاوة نفس، يأخذ المال ليس في قلبه جشع وطمع وتكاثر بالدنيا، لا،
يأخذ المال نفسه سخية، يأخذ المال أنا أنتفع به في حاجتي، في حاجة أهلي، في تفريج كربات على إخواني، يعني من السهل أن يخرج من يدك لأنه ليس في قلبك. وأما من أخذه باستشراف نفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إليه وقلبه معلق به، فقال لم يبارك له فيه، سبحان الله، مهما كثر هذا المال. بسبب ماذا؟ بسبب النية وصلاح القلب. قال لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم أيضا إخوة من الأخلاق التوكل على الله جل وعلا، خاصة الإنسان إذا خرج في معاشه ربما يميل قلبه إلى هذا السبب. الوظيفة نعم سبب للرزق، لكن قلبك يعلق بالله وحده جل وعلا. إذا جاءت مثلا آخر السنة وسمعت أن هناك يعني أخبار في فصل بعض الموظفين مثلا، هل تشعر بغم وهم في قلبك؟ وخاصة إذا كنت أنت من الدرجة الدنيا، أو يعني ربما ظهرت إشارات أنك تكون منهم، كيف يكون حال قلبك هنا؟ بصدق انظر إلى قلبك. نزعم أننا توكلون على الله تعالى وقلوبنا معلقة بالله، لكن لما تأتي المحنة على العبد يأتي الابتلاء، هنا يظهر الصادق في توكله. فهكذا نعم قد يدخل قلبك شيء من الخوف الطبيعي، هذا لا بأس به، لكن أن الإنسان يصاب بغم وهم وقلق وخاصة إذا وصله هذا الخبر، لا، لماذا؟ الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني كما يذكر من اللطائف في عالم الحيوان، كما في المثل يقال إن البغاث بأرضنا يستنسر. البغاث تعرفون البغاث، وهو إيش؟ فرخ الغراب، يعني هذا فرخ يريد أن يصبح مثل النسر يستنسر. هذا يطلق على من يعني ما تعلم أو ما عنده وزن ثم يريد أن يتصدر وأن يعني يعلو بنفسه. المهم هذا البغاث الإخوة، هذا فرخ الغراب، أول ما تفقس البيضة عنه يكون ماذا جلده، ماذا لونه؟ يعني أبيض، لحمة طرية. فالغراب لما يراه يستنكر أن هذا ابنه، يعني هو لونه ماذا؟ يعني أسود، ريشة أسود، وابني هكذا لونه، فيطير عنه، يذهب عنه. سبحان الله كيف الحيوانات، فيكون وحيدا. بالله عليك هذا من يقوم على رزقه؟ كيف يرزق هذا؟ كيف يأكل؟ تخلى عنه أبواه، من يرزقه؟ الله تعالى يقدر أن هناك حشرات تحيط به وتلتصق بجلده فيتغذى عليها حتى ينمو ريشه. سبحان الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يكون قلبك معلق بالله. قال ومن يتوكل على الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. يعني الشيء الذي يأمر الله به يريده يشاؤه لا بد أن يكون، والله بالغ أمره، لكن كل شيء في وقته. قال قد جعل الله لكل شيء قدرا. عمرك له قدر، بقائك مثلا في وظيفتك له قدر معين، كل شيء عند الله بمقدار، فلا تجزع. ما تدري، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فسلم أمرك إلى الله. إذا كان الإنسان إخوة يسلم حياته وعمره لله، يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فما بالك بموضوع الرزق والوظيفة، فأمره هين. فإذا تعلق قلبك بالله توكلت على الله هان عليه كل شيء. ثم الذي الأمر الثالث أيضا من الوصايا الإخوة والأخلاق، أن تلهج بذكر الله كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله،
هذا الذكر الإخوة يجدد الإيمان، جدد الإخلاص في قلبك، جدد تعلق قلبك بالله وتوكلك على الله كلما ذكرت الله. هذه العبادة الإخوة ما تشغلك عن عملك، يعني هي العبادة الوحيدة التي ما لها شرط إلا أن تذكر الله، هي أن تأتي بها فقط، ما اشترط لا استقبال قبلة ولا طهارة ولا يعني شيء من هذه الشروط في العبادات، سهلها الله تعالى للناس. نعم، وإن كان هناك بعض المستحبات من طهارة وغير ذلك، لكن العبرة بالذكر أن يكون قلبك حاضر وتذكر الله بلسانك، ثم حتى إذا غفل قلبك عود نفسك على تحريك لسانك بذكر الله، فما تعدم من الأجر بإذن الله. وإذا تحرك اللسان وأكثر العبد من ذكر شيء تيقظ القلب، من أكثر من ذكر شيء أحبه، فينمو قلبك أو ينمو الإيمان في قلبك ويحيا قلبك في كل أحوالك وأوقاتك، حتى ولو كنت في مجال ربما يكون فيه غفلة ويعني شيء من البعد عن ذكر الله وعن العبادة. وهكذا الإخوة، يعني الإنسان في وظيفته، والحمد لله هذا متيسر لكم هنا، يحافظ على يعني ما يستطيع من أعمال الخير. أنت الآن في وظيفة أصلا كلها خير وإحسان للناس، ومع ذلك ما تعدم نفسك من الأجر، ترى صناديق الصدقات يعني أمامك فتضع فيها صدقة، عندك وقت تصلي ركعتين، ركعتي الضحى، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل مفصل من مفاصل جسمك يستحق أن تخرج عنه صدقة في كل يوم. قال كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. صلي ركعتين، يعني طيلة هذا الوقت ما وجدت فرصة دقيقتين تصلي فيها ركعتين، تكون بمنزلة الصدقة عن كل يعني جسمك، حتى عن كل مفاصل جسدك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال، فصال يعني جمع فصيل، وهو يعني صغير الناقة، ابن الناقة. فهذا لما يشتد الحر، حر الرمضاء، ما يستطيع أن يبرك يعني يظل على التراب، فيقوم هذا الوقت الذي يكون مثلا قبل الظهر بساعة أو ساعتين أو هكذا، يشتد فيه الحر. فتأمل في هذا الوقت، أنت الآن قد يشتد العمل، تشتد المعاملات عليك في مثل هذا الوقت، لكن ما أقول أترك الواجب، هذه وظيفتك، أمانة ومسؤولية، واجب عليك أن تؤديها، وهذه مستحبة، لكن أقول إذا وجدت وقتا بدل أن تصرفه في القيل والقال، اصرفه في ركعتين لله تعالى. تأمل كيف سماها صلاة الأوابين، لأن الإخوة من رحمة الله تعالى بعباده أن ما جعل هناك صلاة مفروضة في هذا الوقت، لأن وقت عمل للناس، من الفجر إلى الظهر الناس يخرجون لأعمالهم، لكن بخلاف مثلا من الظهر إلى المغرب تجد صلاة العصر تأتي في الوسط. لكن الذي يقوم لله في هذا الوقت، في وقت انشغال الناس بمصالح دنياهم يقوم يصلي لله، فهذا دليل على تعلق قلبه بالله، دليل على أنه أواب لله جل وعلا، رجاع إلى الله جل وعلا. كذلك الإخوة من الوصايا الأمانة في العمل، فهذه الوظيفة أنت مؤتمن عليها من قبل الله جل وعلا. أولا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود يدخل فيها العقد الذي بينك وبين الله بعبادته، وكذلك العقود التي بينك وبين الناس. الله تعالى هو الذي أمرك أن توفي بهذا العقد، عقد الوظيفة، عقد بينك وبين هذه الجهة، فامتثالك لهذا الأمر أو أدائك لهذه الوظيفة على الوجه المطلوب منك، فهذا من امتثال أمر الله جل وعلا، من طاعة الله. ثم كذلك ليست المسألة فقط أداء واجب، لا، المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. من ينوي هذه النية الآن؟ أني أنا أبذل كل ما أستطيع في وظيفتي، أتفانى في خدمة عملي أو في خدمة الناس وفي أداء عملي على أحسن الوجوه،
ليس فقط أداء الواجب، بل إذا كان هناك أشياء مستحبة في العمل أنا أوديها. لماذا؟ أريد محبة الله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كيف تفوز بمحبة الله؟ أعظم مطلوب للعبد في هذه الدنيا بإتقان وظيفتك. فالله الله الإخوة في الأمانة، فوظيفتك أمانة، ساعات عملك أمانة. لما تخرج من عملك بدون عذر، لما تغيب مثلا يوما بدون عذر أو تخترع بعض الأعذار، إن شاء الله ما يكون واحد منا يفعل هذا، لكن يعني الإنسان يحتاج إلى تذكير، والمعصوم من عصم الله، فتنتبه لهذا. لما تضيع أو تؤخر شيئا من معاملات الناس، ربما لما تؤخر هذه المعاملة هذا المسكين أو هذا الفقير أو هذا اليتيم يمر عليه يوم فيه شدة وشقاء وأنت ما تشعر، ما تدري، ربما تؤذي بعض المسلمين بتكاسلك، بتفريطك، بتهاونك، وأنت لا تشعر، وأنت محاسب على هذا، وعندك الوقت الذي كان يمكن أن تنجز في هذه المعاملات مثلا. هذه أمانة، مسؤولية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. هذه الأمانة مرتبطة بمراقبة الله تعالى، حتى قال عمر رضي الله عنه قال: لا أمين إلا من يخشى الله جل وعلا. لا أمين إلا من يخشى الله، بالفعل الذي يراقب الله، يعلم أن الله يراه قبل أن يعلم أن مديره يراه أو سيحاسبه سيقيمه. لا، الله تعالى هو الذي يراني، وأنا أعمل هذا العمل حتى أفوز بمحبة الله، حتى يعني أؤدي الأمانة التي أتمنت عليها، فتؤجر على عملك، ويعني يكون هذا العمل من قلبك بالفعل، أنت تقبل على أداء عملك محبة في هذا العمل، لأن الله يحبه ويحب هذا الشيء منك. لذلك انظر إلى ابن عمر رضي الله عنه لما كان مع أو مع إخوانه في سفر، فرأوا راعي غنم، فهذا الراعي قال له ابن عمر: يعني أعطنا واحدة من الغنم، أعطيك يعني مالا أشتري منك هذه الغنم. قال: هذه ليست لي، هذه لسيدي. قال: قل لسيدك أكلها الذئب، يريد أن يمتحنه، قل لسيدك أكلها الذئب وأنت تحصل على مال. فرفع رأسه إلى السماء قال: وأين الله؟ فبكى ابن عمر رضي الله عنه وذهب عند سيده وأعتق هذا الراعي، وأظن أنه اشترى هذه الغنم وأعطاها للراعي. انظر كيف يعني فاز بدينه ودنياه. وأذكر مرة أحد المشايخ ذكر عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنه لما كان في إدارة الجامعة، أحد يعني المسؤولين أو كان يعني جالس عند الشيخ في مكتبه، فأراد يعني أن الشيخ أراد أن ينقله رقما معينا أو شيء، فأراد أن يأخذ ورقة من مكتب الشيخ ليكتب الرقم فيها، فقال له الشيخ: لا، لا تأخذ من هنا، وأخرج له ورقة من جيبه وأعطاه، وقال: لنا هذه ليست لنا، هذه للعمل، هذه للعمل، وهذه الآن مصلحة شخصية. فانظر إلى الأمانة وإلى مراقبة الله تعالى في كل شيء، طبعا إلا إن سمح المسؤول وتسامح في بعض الأشياء، لكن هكذا الإنسان إخوة يكون متعففا يراقب الله جل وعلا. كذلك الإخوة من الأخلاق في مجال العمل العفو والحلم والتسامح بين الناس. الله تعالى يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه أخلاق الأنبياء، اللين والتسامح والرفق والرحمة. انظر يعني إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام فعلوا به ما فعلوا، ثم لما تمكن منهم قال: لا تثريب عليكم اليوم، حتى العتاب ما أسمعكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وسلم فتحت مكة وإذا بأهلها ينتظرون ماذا سيفعل بهم وقد حاربوه،
قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا يولد محبة في القلوب، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كسرت رباعيته، شج وجهه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فحكى عن نبي من أنبياء الله أنه كان يمسح الدم من وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا الإخوة والله ما يطيقه إلا من أخلص لله وتعامل مع الناس لأجل الله. وهذا الإخوة والله هو سر الأخلاق الحسنة كلها. الأخلاق الحسنة تدور على أصل واحد، وهو أن تتعامل مع الناس لأجل الله. انظر يعني في قول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. يقول الجنيد رحمه الله في هذه الآية قال سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بالله، ما عنده همة في هذه الدنيا إلا الله جل وعلا. قال فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق جل وعلا، يتعامل مع الناس في الظاهر لكن قلبه معلق بالله. وذلك عائشة رضي الله عنها تقول قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، وما غضب لنفسه قط، وما ضرب خادما ولا امرأة. أنس رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. ما يريد أن يتكلم بكلمة لا معنى لها ليست لله. فإذا تعاملنا مع الناس لأجل الله والله ترتاح القلوب. الآن ما السبب الذي يعني بسببه الإخوة يشعر الإنسان بالقلق والهم إلا الانتصار للنفس والذات؟ فلان والله مر عليه ما سلم علي يأخذ في خاطره، فلان أساء إلي قصر في حقي يأخذ في خاطره وقلبه، وفلان أنا أحسنت إليه وفعلت له ما يعني يفعل لي شيء يأخذ في خاطره. لماذا ما تعاملت لله؟ لكن لما تحسن إلى الناس إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، تحسن إليهم لأجل الله، ترجو الله فيهم لما تحسن إليهم، تخاف الله تعالى فيهم، ما تغشهم ما تظلمهم. وإذا سبك أحد أو شتمك فتنظر الله تعالى هنا ماذا يحب في مثل هذا التعامل. الآن ادفع بالتي أحسن، الله تعالى يحب مني أن أعامله بالحسنى، أن أسامح، أن أغفر، أن أعفو. تقول جزاك الله خيرا تخرج من قلبك بسهولة لأنك ما تتصل لنفسك، تتعامل مع ربك ما تتعامل مع فلان وفلان، تكون القلوب يعني مطمئنة ومرتاحة. وهذا الإنسان مهما فعل بك ما فعل والله لن يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك، فلماذا تجزع وتحزن؟ أين توحيدك لله وتوكلك على الله؟ لذلك قال بعض السلف من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح، يعرف أن الناس ما ينفعونه ما يضرونه في شيء يتعامل معهم لأجل الله لوجه الله فيستريح في التعامل مع الناس. كذلك الإخوة من التعاملات أو الحسنة والأخلاق الحسنة بين الموظفين وبين الناس الصدق في عملك، تصدق في عملك، تؤدي الواجب الذي عليك. وإذا حصل منك خطأ أخي لا تتردد يعني لا تكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدق الكذب ريبة والصدق طمأنينة، اطمئن الإنسان. والصدق الإخوة نجاه. كعب بن مالك رضي الله عنه ما نجاه الله تعالى إلا بالصدق، لما صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما لي عذر في القعود في عن غزوة تبوك، سوف الأمر حتى يعني ذهب عنه الأمر، فما له عذر وصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصدقه الله وأنزل توبته في كتابه جل وعلا
وختم هذه الآيات في توبته بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فتطمئن في تعاملك في وظيفتك إذا صدقت، لأن الذي يكذب دائما يعني يشعر متى سيكشف الأمر، ربما كشفت الأمور فماذا سيحدث لي، فيعيش في هم وشك وريبة من أمره، بخلاف الصادق الواضح في تعامله ما يخاف من شيء، أموره طيبة وصافية. ثم كذلك الإخوة، يعني الصدق ليس فقط في الأقوال، كذلك في الأعمال، كذلك حتى في تعاملك مع الله، تصدق مع الله في كل أحوالك. الصدق الإخوة أساس كل خير، لما تصلي تقول الله أكبر، تصدق في هذه الكلمة، تخشع لله، لو صدقت فيها سيكون الله أكبر من كل شيء في قلبك، فلن يتعلق قلبك بالدنيا وتفكر في عملك، تفكر في أولادك، في دنياك، أبدا، تصدق مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، أساسها الصدق، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وهي أعلى درجة في الإيمان بعد النبوة. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ثم أيضا الإخوة، على الإنسان يعني وهو في وظيفته، وهذا من تمام الإخلاص لله تعالى، أن يزهد في الدنيا، وأن لا يكون همه التنافس في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم. الإنسان مهما ضاقت به الدنيا لن يموت يعني من الجوع، الحمد لله، الله تعالى رزاق، فلماذا يضيق قلبك، يضيق صدرك إذا مثلا ما زيد في راتبك أو ما خرجت لك ترقية، وأنت تقول: أنا عملت وبذلت، ولماذا ما يرفعونني، لماذا ما يزيدونني؟ لا، اترك كل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك، يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ليست هذه مشكلتك وأنت تظن هذه المشكلة، قال: ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لما يكون في قلبك حب الدنيا، وإذا ارتفع مثلا رصيدك أو مالك تشعر بطمأنينة في قلبك، وإذا نزل أو ما كان في ارتفاع تشعر بهم وغم، فهذا الإخوة هو الهلاك بعينه، أعظم هلاك، لأن ما يكون في قلبك يعني إيمان حقيقي، يكون القلب انصرف عن الله وأقبل على الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنيا. قال: ومن تشعبت به الهموم في الدنيا، قلبه مشتت، يريد زيادة، يريد ترقية، يريد مكانة، يريد جاه، يريد كذا، يريد أن يفعل كذا، يريد أن يوسع في كذا، يريد أن يشتري كذا، لا، ترك هذه. أنت الحمد لله كما قلنا، اجعل الغاية التي خلقت لأجلها هي همك ومقصودك في هذه الدنيا، عبادة الله جل وعلا، وهذه الدنيا إنما هي وسيلة لتحقيق عبادة الله جل وعلا وطاعة الله جل وعلا. قالوا: من تشعبت به الهموم في الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قناعة هي ليست المسألة بالكثرة، المسألة بالبركة، القناعة. أسلم هذا ما يتعلق بالدين، تصلح آخرتك. ثم قال: ورزق كفافا، ما يكفيه في دنيا، عندك الحمد لله السكن والرزق وما يكفيك في يومك وليلتك، الحمد لله، وقنعه الله بما آتاه،
والله تعيش في سعادة مهما ضاق بك الحال إذا كان قلبك راضي. لكن الإخوة إذا وجد الواحد منا في قلبه أنه يعني يجد أنه مبخوس الحظ وأنه ناقص النصيب وأنه كان ينبغي أن يكون في الدرجة الفلانية أو في الوظيفة الفلانية أو في المرتبة الفلانية أو كان ينبغي أن يكون راتبي كذا وكذا لكن بخست حقي، ولو كنت مظلوما حقيقة، لكن إذا كان هذا هو همك في الغالب ويشعر القلب بهذا دائما، فاعلم أن عندك شيء من سوء الظن بالله. نعم. وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله، قال أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يتعلق بغيرهم. إذا رأى فلان، كيف فلان أعطي أكثر مني وأنا ربما في الظاهر أنا أعمل أكثر منه، وليش أنا حالي كذا؟ ترى إذا دخل في قلبك شيء من هذا يدخل في قلبك حسد، يدخل في قلبك بغضاء، وهذا الإخوة يذهب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع في جوف عبد مؤمن الحسد والإيمان، ما يجتمعان إيمان وحسد، لأن الحسد الإخوة معناه ماذا؟ الحسد ما معناه؟ اعتراض على حكمة الله، اعتراض على قدر الله، اعتراض على رحمة الله، تحجير لرحمة الله، لما تتمنى زوال النعمة عن فلان. لماذا تتمنى زوال النعمة عنه؟ كأنك أنت الذي تريد أن تكون الأعلى. فما أخلص إذن لله؟ والذي أعطى فلانا يعطيك، اسأل الله من فضله وابذل يعني بقدر ما تستطيع. فهذه الأمور كلها وهذه الأمراض تأمل كيف جاءت تبعا لحب الدنيا، رأس كل خطيئة. فالإنسان إذا أقبل بصدق على الله وأصلح قلبه لله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله ما تنفعك الدنيا، غدا ستدفن في قبرك يتبعك أهلك ومالك وعملك، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع عنك الأهل والمال ويبقى في قبرك من؟ عملك الصالح هو الذي يؤنسك. هذه الحفرة الضيقة الموحشة المظلمة، لا أنيس ولا رفيق ولا أم ولا أب ولا مال ولا منصب، ما ينفعك هناك إلا عملك الصالح. فلماذا تكون في عملك وأنت في وظيفتك وفي وظيفة طيبة فيها خدمة للمسلمين وللأسف بسبب هذه الأمراض التي في القلوب من الغل من الحسد من البغضاء من التهاجر من التقاطع التدابر، تنقلب هذه الوظيفة إلى شؤم في حياتك وسيئات والعياذ بالله. لماذا تجني على نفسك وأنت تظن أنك تريد أن يعني تصلح حالك وتزداد من الخير والمال، وأنت في الحقيقة تذهب بركة حياتك وبركة عمرك وبركة ساعاتك، ولا تبوء إلا بالإثم والعياذ بالله. لذلك الإخوة ما ينبغي أبدا أن يكون هذا بين الإخوة الذين اجتمعوا على مقصد شرعي، اجتمعوا على محبة الله، اجتمعوا على خدمة المسلمين، ما ينبغي أن يكون بينهم شيء من هذا أبدا، بل الواجب أن يكون بينهم الإيثار والتسامح والتراحم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله ربما بهذا التعامل الحسن مع أخيك تؤثره على نفسك، مثلا يريد أن يخرج في إجازة مثلا وأنت أيضا محتاج، لكن ما يضر كثيرا إذا أجلت وقدمت أخاك مثلا أو قدمت في يعني شيء معين، فما تدري لعلك تفوز بفضل عظيم عند الله تعالى. انظر إلى ذلك الأنصاري الذي جاء ذلك الضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يعطيه، دخل على نسائه، خرجنا يقولنا يا رسول الله ما عندنا إلا الماء، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من يضيف هذا الليلة؟ قال قام أحد الأنصار وقال أنا أضيفه، أخذه. فلما دخل بيته قالت له زوجته يعني ما عندنا إلا طعام الصبية، فقال نومي وإذا يعني واصنعي العشاء للضيف، وإذا يعني وضع الطعام
اذهبي إلى السراج وكأنك يعني تصلحينه فأطفئيه. وهكذا فعلت وجلس أمام الضيف وكأنهما يأكلان معه حتى شبع هذا الضيف. يعني آثر هذا الضيف في ماذا؟ في طعام، في وجبة عشاء. فلما أصبح ذهب هذا الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما تلك الليلة. عجب الله، تعرف معنى عجب الله؟ في رواية ضحك الله من صنيعكما. تعرف ما مقدارك إذا ضحك الله تعالى منك استبشارا ولطفا ورحمة؟ إذا عجب الله تعالى من صنيعك يعني كم سيكون لك من القدر والوزن عند الله حتى يعجب الله تعالى بك؟ شيء يعني ما يدركه العقل الإخوة. يعني ليست المسألة حسنات مضاعفة، الأمر والله أعظم وأجل من هذا كله. لما يعجب الله تعالى من عبده، هذا لما آثر أخاه المسلم في وجبة عشاء، فما بالك أنت تؤثر أخاك في أمر يحتاج إليه؟ فما تدري كم ستفوز من الأجور والحسنات عند الله. ثم أيضا إخوة، الذي يعني يجمل الحياة ويجعل الحياة جميلة بين الإخوة خلق التواضع. لما تكون متواضعا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تواضع، تكون هين وتواضع مع إخوانك، تزيل الحواجز. حتى لو أعطاك الله تعالى منصب كنت مديرا، تخالط الموظفين وتبتسم معهم. عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مهنة أهله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، يرقع ثوبه، يحلب شاته، وكان يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، يقول: لا أكل متكئا، ويداعب أهله متواضعا صلى الله عليه وسلم. تأتي الجارية تأخذ بيده فيقضي حاجتها في أي سكة المدينة شاءت. هكذا تكون متواضعا. والنفوس الإخوة جبلت على حب الإنسان الذي يتواضع مع الناس، فيشعر الجميع بأنهم إخوة في الله، متحابون في الله جل وعلا، ما بينهم إلا التواضع والتسامح. بذلك تكون الحياة جميلة وطيبة. وهكذا الإخوة، يعني الوقت أدركنا يعني سامحوني، لكن هكذا الأخلاق، يعني كل خلق حسن يعني ينبغي للعبد أن يقبل عليه، فهذا أمر عظيم الإخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهديني لأحسنها إلا هو. هذا دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عاتانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم، طيب، ما عليه. يقول: من هم العاملين عليها الذين ذكرهم الله عز وجل في مصارف الزكاة؟ وهل يجوز إغناؤهم عن المسألة في حالة الحاجة قلة ذات اليد؟ جزاكم الله خيرا. العاملين عليها هم القائمون على شؤون الزكاة، من جمعها، من حسابها،
من توزيعها إلى آخره. فهؤلاء هم العاملون على أموال الزكاة. وإذا كان هذا العامل مخول من ولي الأمر، أو كما يوجد الآن في هذه الجمعية جهة رسمية، فيجوز أن يعطى من مال الزكاة، ولا يشترط يعني في العاملين عليها أن يكون يعني فقيرا، لا يشترط أن يكون فقيرا. قل ما نصيحتكم من يضيع صلاة الجماعة بحجة عدم سماع للأذان علما بأنه مجاور للمسجد؟ طبعا هذا خطأ، هذا يعني فهم غير صحيح للحديث. يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس، وبعضهم يرجح وقفه على ابن عباس لعل هذا أقرب، أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء، طبعا المقصود بالحديث من سمع النداء، إن هذا لمن كان بعيدا ويسمع النداء، ويكون طبعا بدون ميكروفون، يعني يكون بينه وبين المسجد مسافة يسمع فيها الصوت العادي. فهذه المسافة في الغالب أنه إذا خرج من بعد الأذان إلى المسجد أنه سيدرك الجماعة، فهذا يعني واجب عليه طبعا أن يأتي. فما بالك بالقريب أصلا، من باب أولى أنه يجيب ولو لم يسمع. فإذا يعني هذا ليس له أي حجة في هذا، وعلى العبد يعني أن يعرف قدر هذه الصلاة الإخوة، هذه الصلاة صلاة الجماعة أو صلاة الفريضة هي موعد مع الله جل وعلا. لو قيل لك الآن عندك موعد مع مدير الجمعية أو مع رئيس الدولة في وقت كذا، كيف سيكون حالك؟ تذهب تبكر بالساعات، فما بالك بالموعد العظيم مع الله جل وعلا. هل من نصيحة للحرص على أداء الصلاة في وقتها؟ نعم الإخوة، يعني هذا يعني أقول الصلاة الإخوة، يعني نحن إنما خلقنا لأجلها. الإنسان خلق لعبودية الله، وأعظم عبادة عملية في حياتك الصلاة، أعظم عبادة عملية في حياتك هي الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. كيف تتهاون في هذه الصلاة وهي كما قلنا موعد عظيم مع الله جل وعلا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: كان في مهنة أهله فإذا نودي للصلاة قام إليها، وفي رواية وثب إليها، اترك كل شيء. كان إبراهيم بن ميمون رحمه الله حدادا يطرق بالمطرقة، فإذا سمع الله أكبر وقد رفع المطرقة ما يعيد المطرقة إلى الحديد مرة أخرى أبدا، خلاص كأن يده تشل ويقوم إلى الصلاة. هؤلاء عرفوا عظمة الله، عظمة هذا النداء. وهذا الإخوة من أكبر أسباب الخشوع في الصلاة، الإنسان يعرف قدر الصلاة وعظمة هذه الصلاة من أول ما يؤذن المؤذن وهو يخشع لله، يردد خلف المؤذن فيمتلئ قلبه بالتعظيم والتكبير لله، يذهب يتوضأ يستشعر أنه يتأدب مع الله في وضوئه، يلاقي ربه وهو طاهر من السيئات، يمشي إلى المسجد بخشوع، يقول دعاء المشي للمسجد، يهيئ قلبه قبل الصلاة، يصلي لله، فإذا قام بين يدي ربه خشع في صلاته. أما إنسان يتهاون على في صلاة الجماعة أو المحافظة على الصلاة، فكيف سيصليها إذا دخل فيها وهو أصلا متهاون فيها؟ فالإخوة الله في هذه الصلاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن أمك كانت في سياق الموت وقالت لك: يا بني أوصيك بكذا وكذا، كيف يكون حالك مع هذه الوصية؟ قالت لك: أوصيك بأختك الله فيها وتقوم عليها وتزوجها مثلا، تقول هذه ستكون إيش؟ يعني هي غاية أمنيتي في الحياة أني أوصي أنفذ وصية أمي، هل أقل أبر أمي في آخر لحظات حياتها؟ كن هذا همك، تتعاهد مثلا هذه الأخت ولو كان صغيرة وتقوم عليها حتى تكبر وتزوجها. وما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم يقول عند موته: الصلاة الصلاة
وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يغرغر بها صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني يقول الإمام أحمد رحمه الله قال إنما حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، حظ الناس من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة. قال ونصيبهم من الإسلام بقدر نصيبهم من الصلاة. قال فاحذر يا عبد الله أن تلقى الله ولا قدر للإسلام في قلبك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك، ورغبتك في الإسلام بحسب رغبتك في الصلاة. إذا كنت تشعر في نفسك أنك ترغب في هذه الصلاة، تحب الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هي أحلى وقت للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، أحلى وقت الصلاة إذا قام بين يدي ربه، فهذا قدرك عند الله بحسب رغبتك في الصلاة. فنسأل الله تعالى يعيننا على المحافظة عليها. يقول هل من أخلاق المسلم أن يكيد لأخيه المسلم في العمل خاصة من عرف عنهم الالتزام والاستقامة؟ طبعا الإخوة كما ذكرنا هذا يعني ما ينبغي أن يكون أبدا بين الإخوة الذين اجتمعوا على عمل خير، ما ينبغي أن يكون بينهم كيد وتحاسد. فنسأل الله أن يصلح القلوب وأن يهدينا. من كان عنده شيء من هذا من الآن، وأنا هذا طلب مني، ما أدري يردني أو يقبل طلبي، من الآن يعني يتوب إلى الله ويذهب إلى أخيه، يعني في هذا اليوم أو ما يسوف، يذهب إلى أخيه ويتسامح منه، ويعني يقول له إني أحبك في الله وما كان بيننا فلننساه. وأما أن تظل القلوب فيها مثل هذا الأمر، الإخوة والله يعني الأمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس، قال فيغفر الله تعالى لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا لعبد كانت بينه وبين أخيه خصومة، فيقول أنظروا هذين حتى يصطلحا. عملك ما يرفع، ما الفائدة بعد ذلك تصلي وتقرأ القرآن وتتخلق بالسنة ثم عملك ما يرفع إلى الله، ماذا تستفيد؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما هو خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى رسول الله. قال إصلاح ذات البين. ثم يعني قال يعني في فساد، قال إن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أن الذي في قلبه الإخوة كيد لأخيه، يعني ما يجتمع هذا والإيمان في القلب، يعني الإيمان الواجب الذي ينجيه من النار أبدا، ما يجتمع هذا مع يعني المحبة لله. كيف أنت تحب الله ثم تعادي أولياء الله الذين يحبون الله؟ تعقل يحبهم ويحبون أذل على المؤمنين، كيف يحبهم ويحبون بعد ذلك تكون يعني تكيد بالمؤمنين؟ فلمحبتك لله تحب إخوانك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك أيضا من الأخلاق التي ينبغي أن نحرص عليها الإخوة أن نصلح ذات بيننا فيما بيننا، يعني إذا عرفت والله فلان بينه وبين فلان مشكلة أو قضية تذهب إليه، ما تحاول أن تكون يعني مصلحا بينهما. وكذلك النصيحة، تنصح إخوانك في الله، الدين النصيحة، بذلك يعني تزول هذه الأمور إن شاء الله. قول جزاكم الله خير، نسألكم الدعاء أنتم الحاضرين لوالدتي المتوفاة، هل نسأل أن يغفر لها ويرحمها ويرفع درجاتها؟ هل ورد عند وفاة الأم أن تقول للملائكة ماتت الذي كنا نكرمك من أجلها؟ يعني هذا ما ورد، الله أعلم، يعني ما ثبت في حديث صحيح مثل هذا الكلام، يعني لكن لا شك أن الإنسان يعني ما دام يعني أمه حية ووالده حيا فهو في نعمة عظيمة في الدنيا، هذه أبواب للجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلزم رجلها فثم الجنة، وقال ففيهما فجاهد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين،
رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فلا شك أن يعني كرامة العبد في دنياه ورضا الله تعالى عنه مرتبطة ب يعني والديه ورضاهما. فالله الله في يعني بر والدينا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.